مكملين مع بعض الـ Pursuit of Light. أخدنا نمبر 1 Light Travel in Straight Lines، يعني الضوء بيمشي في خطوط مستقيمة. نمبر 2 Transmits through different material، إن الضوء بيعدي خلال المواد المختلفة بطرق مختلفة. نمبر 3 Light Reflection، يعني انعكاس الضوء. لو أنا ماسكة كشاف ووجهته للترابيزة، إيه اللي بيحصل لأشعة الضوء؟ أشعة الضوء لما بتنزل تقابل سطح عاكس اللي هي الترابيزة بتاعتي بيحصل لها انعكاس، بتغير اتجاهها. يعني الضوء نازل من الكشاف قابل الترابيزة، غير اتجاهه وراح الناحية التانية. هو ده اللي بيسموه light reflection. It's a pointing of light rays when light fall on reflecting surface. يعني هو ارتداد لأشعة الضوء لما الضوء ينزل ويقابل سطح عاكس. ممكن أشيل كلمة pointing من التعريف واكتب مكانها كلمة returning back، يعني برضو ارتداد. يبقى it's returning back of light ray when light fall on reflecting surface. هو ارتداد لأشعة الضوء لما الضوء ينزل على سطح عكس. لو أنا دلوقتي سألتك يا كوكو، عشان اللايت ريفليكشن يحصل محتاجة إيه يبقى موجود عندي؟ مصدر للضوء وسطح عكس. برافو عليك يا كوكو. لايت ريفليكشن نيد بيحتاج إيه عشان يحصل؟ source of light مصدر للضوء، reflecting surface يعني سطح عكس. ماما هو أنا ممكن أشوف الضوء وهو بيغير اتجاهه؟ أيوة يا حبيبتي، ممكن تشوف الضوء وهو بيغير اتجاهه. بس قبل ما أوريهولك أنا هسألك سؤال، هو أنت ليه لما بتقفي قدام المراية بتشوفي صورتك؟ مش عارفة يا ماما. أنا هقولك يا كوكو، اللمبة بتاعتنا اللي في الأوضة دي هي دي مصدر الضوء. الضوء بينزل على المراية، أول ما بيقابل المراية بيغير اتجاهه ويرجع على عينك. يعني الضوء بينزل من اللمبة للمراية ومن المراية لعيني، وهو ده light reflection. بس المراية بتاعتي دي سطح ناعم وأملس بيعكس كل الضوء الساقط عليه، فعشان كده سميت نوع الانعكاس ده سميته regular reflection. ليه سميته regular reflection؟ عشان السطح العاكس بتاعي reflecting surface بتاعي smooth and shiny، يعني ناعم ولامع. واللايت راي ريفليكتد ان وان دايركشن، يعني كل اشعه الضوء اللي نازله بترجع في نفس الاتجاه وتوصل لعيني. يبقى الريجولر ريفليكشن اتس ريفليكشن اوف لايت راي وين ات فول اون سموث اند شايني سيرفس اند لايت راي ريفليكتد ان وان دايركشن. انا عاوزه احفظ يا ماما. هنا لازم تحفظي حاجتين، عشان يحصل ريجولر ريفليكشن لازم يكون عندي سموث اند شايني سيرفس، يعني لازم يكون عندي سطح لامع وناعم. And light ray reflected in one direction، في اتجاه واحد. يعني لو قالك different direction يبقى الإجابة غلط، الضوء بيرجع كله in one direction. يبقى عرفتي ليه يا كوكو أنا بقدر أشوف صورتي في المراية؟ ماما أنا رحت بصيت في المراية لقيت صورتي جوه المراية. أيوة يا حبيبتي، فعلا زي ما أنت شايفة في الصورة، إن الصورة اللي بتتكون للجسم بتتكون جوه المراية. طيب بتتكون على مسافة قد إيه جوه المراية؟ المسافة بينك وبين المراية هي نفس المسافة بين المراية وصورتك اللي جوه المراية. يعني إيه؟ يعني لو أنا واقفة قدام المراية على بعد 20 سنتيمتر، صورتي اللي هتتكون جوه المراية هتتكون على بعد قد إيه؟ 20 سنتيمتر. Excellent. يبقى the distance between object and mirror equal distance between mirror and image. طيب أنا هديكي مسألة تانية بس هلخبطك فيها. If the distance between object and mirror 20 سنتيمتر، أنا دلوقتي عاوز أسألك عن المسافة بين الأوبجكت والإيمج، يعني المسافة دي كلها. لو المسافة بين الأوبجكت والميرور 20، يبقى المسافة الكبيرة بين الأوبجكت والإيمج قد إيه؟ 40 سنتيمتر. إكسلنت يا كوكو، لازم في الأول ترسمي أوبجكت وبعد كده ميرور وبعد كده إيمج وتشوفي هو مديكي أنهي مسافة وطالب منك أنهي مسافة. أنا كده خلصت شرح light reflection اللي بالقل. دلوقتي أنا عايزاكي تعرفي إيه الكلمات المميزة للlight reflection، يعني الكلمة اللي أول ما تشوفيها تجاوبي على طول بlight reflection. أول ما تلاقي كلمة bouncing يعني ارتداد، شايفين حرف ال اللي في reflection light reflection؟ حرف البي برضو ده حرف طويل شبه ال،
يبقى لما تلاقي كلمة bouncing of light ray يبقى light ايه؟ reflection. طب لو لقيتي كلمة ايه كمان؟ لو لقيتي كلمة return back يعني ارتداد، أول ما تلاقي كلمة return back of light ray تكتبي لها على طول light reflection. لو سألك وقال لك we can see object، ليه بنقدر نشوف الأشياء؟ هتقولي له due to light reflection. لو سألك وقال لك we can see image in mirror due to light reflection. بأول ما تلاقي كلمة bouncing, return back, see object, image in mirror يبقى على طول الإجابة light reflection. أنا مش شايفة حاجة علشان مفيش ضوء. We can see in the dark because there is no light. أنا كده خلصت number 3 light reflection. دلوقتي هاخد number 4 light refraction اللي بالآر. light refraction يعني انكسار الضوء. لو انت جبت قلم وحطيته جوه كوباية فيها مي وبصيت على الجزء ده هتحس ان القلم مكسور. ليه القلم بان مكسور؟ مش عارفة يا ماما. طيب هسألك سؤال تاني هيسهل عليكي ويخليكي تعرفي الجواب. هو لو انت في البحر لو مشيتي جوه المية سرعتك بتبقى هي نفس سرعتك لو انت ماشية برا على الرملة، ولا في المية سرعتك بتبقى أبطأ؟ لو انا ماشيه جوه الميه سرعتي بتبقى بطيئه جدا ما ببقاش قادر امشي، لكن وانا ماشيه على الرمله ببقى ماشيه سريع شويه. تمام جدا، يعني سرعتك اتغيرت لما مشيتي في وسطين مختلفين. الضوء زيك كده بالظبط. الضوء في الجزء الاولاني هنا كان ماشي في الهواء، والضوء هنا في الجزء الثاني كان ماشي جوه الميه، فسرعه الضوء بتختلف. فالضوء بيغير اتجاهه لما بيعدي على وسطين مختلفين. هنا في الصورة بتاعتي عدى على وسطين مختلفين اللي هما الـ air والـ water، يعني فوق الضوء كان ماشي في الهواء وتحت الضوء كان ماشي في المية. يبقى light refraction it's a change in the direction of light ray، يعني تغيير في اتجاه أشعة الضوء. when light pass through the separating surface لما الضوء يعدي على سطح فاصل. هنا السطح الفاصل اللي هو الخط ده اللي بيفصل بين الهواء والمية، والهواء والمية دول two transparent media يعني وسطين شفافين. والضوء غير اتجاهه ليه؟ because of change of light speed، عشان سرعة الضوء اتغيرت. ولو سألتك يا كوكو why pencil seem broken، ليه القلم بيبان مكسور وهو محطوط في كوباية المية؟ هتقولي because of a because of light refraction. ولو سألتك سؤال تاني وقلتلك why spoon seem broken، ليه المعلقة بتبان مكسورة لما احطها في كوباية فيها مية؟ هتقولي لي ليه؟ Because of light refraction. Excellent يا كوكو. دلوقتي انا مجمعالك كل الكلمات اللي اول ما تشوفيها تعرفي ان انا بتكلم عن light refraction اللي بحرف ال R. اول حاجة change in the direction. شايفين حرف ال R اللي في direction؟ طالما غير اتجاهه direction يبقى light refraction، الاتنين فيهم حرف ال R. ولو قال لك البن سيم بروكن، بروكن بروكن فيها حرف الار يبقى because of light refraction. spoon سيم بروكن، بروكن فيها حرف الار يبقى because of light refraction. ولو قال لك ان الضوء change its speed، change of light speed. ولو قال لك change of light speed يعني التغيير في سرعة الضوء. كل الكلمات دي لو لقيتها يبقى هتجاوب على طول وتقول because of light refraction. يبقى refraction انكسار الضوء اللي بحرف ال R فيها change direction، bin broken، spoon broken، change of light speed. كده انا خلصت number 4 في properties of light، light refraction. دلوقتي هبدأ number 5 light separation. light separation يعني تشتيت الضوء او تفريق الضوء. فاكرة امبارح يا كوكو لما اخدتي البلورة بتاعت النجفة ووقفتي في الشمس وقعدتي تلعبي فيها كده مش طلعت لك 7 ألوان؟ هو ده light separation. light separation يعني الضوء الأبيض بيتكون من 7 ألوان، والضوء الأبيض بيتفرق بيتحلل ل7 ألوان. ال7 ألوان دول النهاردة هسميهم 7 spectrum color. والجهاز اللي انت شايفه ده اللي شبه التريانجل اللي الضوء الأبيض بيخش منه يتحول ل7 ألوان اسمه glass prism. يبقى light separation it is the separation of white light يعني تشتيت الضوء الأبيض.
أو تفريق الضوء الأبيض into 7 spectrum color، بيتفرق لسبع ألوان. باي جلاس بريزم اللي هو الجهاز اللي قدامك ده. واللايت سيبريشن ليها اسم دلع اسمها لايت سبليتنج، يبقى لايت سبليتنج هي لايت سيبريشن. والوايت لايت ممكن اقول عليه سان لايت، يعني ممكن اقول على اللايت سيبريشن اتس سيبريشن اوف سان لايت انتو 7 سبيكترم كولر. ازاي ماما انا بحب قوي الالوان اللي بتطلع في السما دي. ماما هو ده حد ماسك جلاس بريزم وبينشن على السما؟ لا يا كوكو يا حبيبتي، محدش ماسك جلاس بريزم وبينشن على السما. الالوان دي بتظهر في السما after heavy rain، يعني بعد الشتاء كتير جدا بيبقى في نقط ميه صغيره جدا متعلقه كده في الهواء، هي دي اللي بتشتغل كانها جلاس بريزم. ضوء الشمس بيعدي على نقطه الميه دي، فنقطه الميه دي بتقسم ضوء الشمس لسبع الوان للسيفن سبيكترم كولر. والوان السما السبعه دي اسمها رينبو. So how a rainbow is formed، ازاي الرينبو ده بيتكون؟ sunlight pass through a drop of rain، ضوء الشمس بيعدي على نقطة المية. then through air، يعني الضوء بيعدي من نقطة المية للهواء. so light separate into 7 spectrum color، عشان كده الضوء بيتحلل لل 7 spectrum color، لألوان الطيف السبعة. طيب ايه هم ألوان الطيف السبعة دول؟ انا عاوزك تحفظيهم معايا: red, orange, yellow, green and blue, indigo, violet. They are rainbow. Red, orange, yellow, green and blue, indigo, violet. They are rainbow. أقولها كمان مرة ونام يا ماما. Red, orange, yellow, green and blue, indigo, violet. They are rainbow. برافو عليك يا كوكو. كده احنا خلصنا الحمد لله lesson 1. دلوقتي وقت ايه؟ حل الأسئلة. أنا مستعدة. Choose the correct answer. We can see things as a result of point of rays، يعني بقدر اشوف الاشياء نتيجة ايه؟ reflection، refraction، انعكاس، absorption، امتصاص، analyze يعني تحليل. احنا اتفقنا ان see object يبقى light ايه؟ light reflection. choose the correct answer. the light pulsing from a plane mirror is known as point. regular refraction، regular reflection، irregular يعني ارتداد الضوء من المرآة مستوية اسمه ايه؟ كلمة bouncing اللي بتبدأ بحرف البي، حرف البي واقف شبه حرف ال، يبقى because of light ايه؟ reflection. واتفقنا عشان المراية دي سطح ناعم واملس smooth and shiny surface فسميتها regular reflection. so the answer will be regular reflection. choose the correct answer. if you put an object at distance of 30 centimeters in front of a mirror, the distance between the image and mirror equal what centimeter؟ ومديك اختيارات. قبل ما تحل المسألة دي أنا عاوزك ترسمها. ارسم مراية في النص، وعلى الشمال حط الأوبجكت بتاعك، وورا المراية هنكتب الإيمج اللي هي الصورة بتاعتي. احنا اتفقنا إن المسافة بين الأوبجكت والميرور equal the distance between mirror and image، يعني المسافة دي قد المسافة دي. هنا في المسألة بيقول لك إيه؟ بيقول لك حط object at distance 30 centimeter in front of mirror، يبقى هو قصده على المسافة دي، المسافة دي 30 centimeter. بيسألك على إيه بقى؟ بيسألك على distance between image and mirror، يعني عايز الحتة دي قد إيه؟ مش إحنا اتفقنا إن المسافة دي equal المسافة دي؟ يبقى المسافة اللي هو عايزها دي بكام؟ equal 30 centimeter. excellent. أنا ليه قلت لك ارسم المسألة الأول قبل ما تحل؟ تعال شوف المسألة اللي جاية وانت تعرف انا قصدي ايه. if you put an object at distance 20 centimeter in front of mirror، يعني حطيت جسم على مسافة 20 من المراية، the distance between image and object equal what؟ عايز المسافة بين الامج والobject، عايز المسافة بين الصورة والجسم الاصلي بتاعي. هرسم الرسمة بتاعتي في النص الميرور، وعلى ناحية هكتب object والناحية التانية هكتب image. المسافة دي هو مديها لك 20، هو عايز بقى انهي مسافة؟ عاوز distance between image and object، يعني عايز المسافة دي كلها. يعني المسافة دي كلها بكام؟ احنا اتفقنا اللي قبل المراية قد اللي بعد المراية، يعني دي 20 والناحية التانية دي 20، يبقى المسافة الكبيرة اللي هو عايزها دي تبقى بكام؟ 20 plus 20 equals 40. excellent يا كوكو. next question. choose the correct answer.
Light is reflected when it falls on smooth and bright surface, regularly, irregularly, or reflected or scattered. يعني بيقول لك اللايت بيحصل له ايه لما بيسقط على سطح سموث يعني ناعم برايت لامع. Reflected, ايه نوع reflection؟ Regularly. Excellent. Choose the correct answer. A pencil seems broken. القلم بيبان مكسور. If it placed in a glass cup, لو حطيته في كوباية ازاز of water, due to reflection ولا refraction, separation, absorption, انعكاس ولا انكسار ولا تشتيت ولا امتصاص الضوء. احنا اتفقنا ان كلمة broken يبقى light ايه؟ Refraction. Excellent. Choose the correct answer. The speed of light in air. يعني سرعة الضوء في الهواء. Faster than. أسرع. ولا equal. ولا slower than. ولا half. يعني نص. That in water. يعني سرعة الضوء في الهواء. أكبر ولا أصغر. ولا يساوي ولا نص. سرعتها في المية. ها وانت ماشي في الهواء. سرعتك أسرع ولا أبطأ من المية. Excellent. Faster than. Choose the correct answer. The glass prism separates the white light into 7, ولا 6, ولا 8, ولا 10 spectrum colors. How many spectrum colors? 7. Excellent. Choose the correct answer. The white light is separated into 7 spectrum colors by using telescope, mirror, glass prism. No correct answer. الضوء الأبيض بيتحلل لسبع ألوان بواسطة إيه؟ التلسكوب، المراية، المنشور الزجاجي، مفيش إجابة صح. Light separation by glass prism. Good job. Next question. In spectrum colors, the yellow color lie between. يعني بيقولك في ألوان الطيف السبعة اللون الأصفر موجود بين إيه وإيه. Green and indigo, orange and green, blue and violet, red and orange. سمعي لي كده يا كوكو الألوان ترتيبها كان إيه؟ يبقى لون اليلو بين مين ومين؟ Red, orange, yellow, green. يبقى اليلو بين مين ومين؟ بين الأورنج والجرين. So the answer will be orange and the green color. في الامتحان ممكن يجي لك سؤال صح وغلط على شكل choose the correct answer. A rainbow is formed when sunlight separates the moon light. يعني قوس قزح بيتكون من تشتيت ضوء القمر؟ Of course not. It's a false statement. Because rainbow is formed when sunlight separates sunlight. Choose the correct answer. The presence of light source and a reflecting surface is necessary for light reflection. يعني بيقول لك ضروري جدا لللايت ريفليكشن وجود مصدر للضوء وسطح عاكس. Right. Excellent. Choose the correct answer. The moon seems luminous as it reflects the sunlight. يعني القمر بيبان مضيء عشان هو بيعكس ضوء الشمس. True. Excellent. Choose the correct answer. A spoon appears broken when it is placed in a cup of water due to refraction of light. يعني المعلقة لو حطيتها في كوباية بتبان كأنها مكسورة عشان حصل light refraction. True. Excellent. Choose the correct answer. Refraction of light is the bouncing of light after falling on an object. يعني انكسار الضوء يعني ارتداد الضوء لما ينزل على اي object. احنا اتفقنا ان كلمة bouncing الحرف اللي واقف ده اللي شبه حرف ال L. Light refraction ولا light reflection. احنا اتفقنا اللي bouncing اللي بتبدأ بحرف ال B شبه حرف ال L يبقى light reflection يعني انعكاس الضوء هو ارتداد لموجات الضوء. يبقى الجملة بتاعتي دي false. Next question. Choose the correct answer. When light passes from air to glass, it refract. لما الضوء بيمشي من الهواء للإزاز بيحصل له refract. بيحصل له انكسار. صح طبعا. Choose the correct answer. A beam of light is refracted when it falls on plane mirror. أشعة الضوء بيحصل لها انكسار لما بتنزل على مرآة مستوية. احنا اتفقنا ان الميرور دي light reflection. يبقى الجملة بتاعتنا دي غلط. Next question. The glass prism is used to separate the white light
into 7 spectrum color. يعني المنشور الزجاجي بيستخدم لفصل الضوء الأبيض للسبع ألوان. True طبعا. Next question. Rainbow is formed in the sky before rainfall. يعني قوس قزح بيظهر في السماء قبل سقوط الأمطار. Excellent. الجملة دي طبعا غلط. لأن الرينبو بيظهر in the sky after heavy rain. ألوان الطيف السبعة بتظهر في السماء بعد الشتاء كتير. Next question. When the sunlight bath through the drop of rainwater, rainbow is formed. يعني لما أشعة الضوء أشعة الشمس بتعدي على نقطة الشتاء ألوان الطيف السبعة بتتكون. True. Choose the correct answer. Red is the first color in the spectrum colors, but violet is the last color in the spectrum colors. يعني اللون الأحمر هو أول لون في ألوان الطيف والبنفسجي هو آخر لون. تعال نشوف إحنا حافظينهم إزاي. Red, orange, yellow, green and blue, indigo, violet, they are rainbow. فعلا الريد أول واحد والفايلوت آخر لون. So this statement is true. Right scientific term. The bouncing of light ray after falling on a surface. يعني بيقولك اكتب ده تعريف ايه؟ ارتداد الضوء بعد ما ينزل على سطح عاكس. احنا اتفقنا ان كلمة bouncing اللي فيها حرف البي اللي واقف يبقى light reflection. Excellent. Right scientific term. Reflection of light on a surface of white paper in one direction. هنا بيسألك على نوع reflection. لما الضوء بينزل على ورقة بيضة وبيحصل له انعكاس في اتجاه واحد in one direction. الريفليكشن ده كان اسمه ايه؟ Good job. Regular reflection. Next question. Right scientific term. The returning back of light ray when they fall on smooth and shiny surface. Returning back يعني ارتداد للضوء لما الضوء ده بينزل على سطح لامع وناعم. احنا اتفقنا ان كلمة return back هي كلمة bouncing يبقى light reflection. Excellent. Next question. Right scientific term. The reflection of light ray when they fall on a mirror. اسمه ايه الreflection ده لما الضوء بينزل على مراية؟ انهي نوع من انواع الreflection؟ Good job. Regular reflection. Number 5. The change of light ray direction when they transmit through separating surface between two different media. يعني الضوء بيغير اتجاهه لما بيعدي على سطح فاصل بين وسطين مختلفين. Change in light direction. يبقى ده light ايه؟ Refraction. Excellent. Number 6. Scientific term. A beautiful phenomena occur in sky during raining in a sunny day. يعني هي ظاهرة جميلة بتحصل في السماء أثناء الشتاء في يوم مشمس. يعني لما الشمس تطلع بعد الشتاء الجامد. الفينومينا دي اسمها إيه؟ إيه اللي بيظهر في السكاي؟ Rainbow. Excellent. Right scientific term. A tool used to separate the white light into 7 spectrum color. يعني مين هي الأداة اللي بستخدمها عشان أفصل الضوء الأبيض للسبع ألوان؟ Glass prism. Excellent. Number 8. Right scientific term. The 7 colors of light which sunlight is made of. اسمهم ايه 7 colors دول؟ 7 spectrum color. Complete. The light bouncing after falling on an object is called what? Light bouncing. ارتداد الضوء بعد ما ينزل على اي جسم اسمه ايه؟ Light bouncing اللي بحرف البي. Excellent. Light reflection. Complete. Point is the reflection of light on smooth and shiny reflecting surface. اسمه ايه الانعكاس بتاعي ده لما الضوء بينزل على سطح لامع وناعم؟ Regular reflection. Next question. Complete. Light reflects regularly when it falls on point surface. يعني اللايت بيحصل له انعكاس منتظم لما بينزل على سطح شكله ايه؟ السيرفيس بتاعي ده لازم يكون ايه؟ smooth and shiny يعني لامع وناعم. Complete. In the white reflection the light ray are reflected directly in one direction.
يعني في أنهي نوع من أنواع الريفليكشن الضوء بينعكس في اتجاه واحد؟ Regular reflection. Excellent. Complete. Light reflect when it fall on point surface. يعني اللايت بيحصل له انعكاس لما بينزل على سطح ايه؟ اسمه ايه السطح العاكس ده؟ اسمه ايه بالانجليزي؟ Reflecting surface او reflection surface. اللي بعديها If you stand in front of mirror, your image is formed at 50 cm from the mirror. بيقول لك لو انت وقفت على بعد قد ايه من المرايه صورتك هتبقى جوه المرايه على مسافه 50 سنتيمتر. احنا اتفقنا ان احنا عشان نحل مساله زي دي لازم نرسمها. هحط المرايه في النص وفي اتجاه هكتب اوبجكت وفي الاتجاه التاني هكتب ايمج. بيقول لك المسافه دي 50، هو واقف قدام الصوره بتاعته جوه المرايه على مسافه 50 50. يبقى انا دلوقتي واقفه قدام المرايه على مسافه كام؟ 50. اكسلنت. نيكست كويتشن كومبليت. The change in direction. أنا ممكن أوقف لغاية هنا وما أقراش أي حاجة. كلمة direction اللي بالآر يبقى light إيه؟ refraction. بس يلا نقرأ السؤال مع بعض. The change in the direction of light ray when light pass through separating surface between two transparent media is called what? يعني إن الضوء بيغير اتجاهه لما بينزل على سطح عاكس بين وسطين شفافين ده اسمه إيه؟ light refraction. Okay. Next question, complete. The light, اللايت بيحصل له ايه؟ When it transfer between two different media. لما الضوء بيعدي على سطحين مختلفين. Light refract. Next question, complete. The what is the reason of seeing spoon broken in the cup of water? ايه هو السبب ان انا اشوف المعلقة مكسورة لو حطيتها في كوباية مية؟ بص بص بص. Broken. Broken. يبقى light A. Refraction. Excellent. Complete. The pans that put in water seem broken due to A. Broken. يبقى due to light. Refraction. Excellent. Light refract when it transfer between two point media. Light بيحصل له انكسار لما بيعدي على وسطين A. الوسطين دول شفافين ولا لا؟ Excellent. Transparent media. Next question. Complete. Light. اللايت بيحصل له ايه؟ When it fall on mirror. While it. بيحصل له ايه؟ When it pass from water and air. هنا السؤال متقسم اتنين. اللايت بيحصل له ايه لما بينزل على الميرور على المراية؟ Light reflect. While إيه اللي بيحصل له لما بيعدي بين المية والهواء يعني بيعدي على two transparent media بيحصل له refract. Next question complete. When a light ray pass from glass rod to air it بيحصل له إيه لما الضوء بيعدي من الإزاز للهواء بيحصل له إيه؟ refract. Excellent. Next question complete. The prism separates sunlight into المنشور بتاعنا بيفصل الضوء الشمس الايه 7 spectrum color. اخر سؤال معانا النهارده complete. White light can split into point color that are called what. الضوء الابيض split يعني separate يعني بيتقسم into كم لون؟ بيتقسم لكم لون؟ 7 color. Excellent. وال7 colors دول are called what يعني اسمهم ايه؟ اسمهم spectrum colors. أنا خلصت النهاردة. شكرا جدا ليكم. الفيديو اللي جاي بإذن الله محضرة لكم كل الأسئلة اللي جاي من بنك المعرفة المصري عشان نشوف عمو طروقة حطت لنا أسئلة شكلها عامل إزاي. استنوني الفيديو اللي جاي. لايك وشير للفيديو. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.